لحظات تنطلق مهرات الإنتاج عمره السنتين على جائزة حترش العرجاني يرحمه الله الانطلاقة لنجود الخير ابن الدبي ديستنيشن مع نايف العنيزي الآن تحاول في المركز الثاني الانطلاقة مع رزامة ابنة سوفينير كوبي بقيادة خالد الرويشد هي صاحبة الصدارة صاحبة المركز الأول غزال الترابيع ابنة روشن فلر مع عبد الله العوفي في المركز الثاني المركز الثالث لنجود الخير ابنة دبي ديستنيشن مع نايف العنيزي المركز الرابع لعناية الرزاق ابنة موتيفيتر مع البراء المحميدي والمركز الخامس لجودانة ابنة مشاعر مع محمد النفز المنعطف ما قبل الأخير لمهرات الإنتاج الانطلاق الآن في المركز الأول مع رزامة صاحبة الانطلاقة صاحبة الصدارة في هذا الشوط والخط المستقيم رزامة المهرة الحمراء ابنة سوفينير كوبي مع خالد الرويش توسع الفارق وتنطلق للمركز الأول تحاول الهروب والابتعاد بهذا الشوط وإضافة أول انتصار في سجلها استباق رزامة لعمر سعد المرشود توسع الفارق وتضيف انتصارها الأول من مشاركتها الأولى لعمر سعد المرشود تدريبات عمر المرشود والخ...